بعدين نفذت لك كل طلباتك اهو، فين الحاجه بقى؟ هو انت ما بتزهقش ولا ايه؟ قلت لك عندي طلبين، واحد انك تحضر خطوبه ملك، ويا ريتك ما حضرته، كان فرح اسود ومهبب على دماغك. يا ستي وانا مال اهلي؟ هو انا يعني ريهام دي كانت بنت خالتي ولا مرات ابويا؟ وشك فقر من غير ما يكون في اي علاقه، هنعمل ايه يعني؟ عادي. وبعدين في حاجه تانية ما عجبتنيش، علاقتك ببابا وماما لازم تتغير. ورأسك ما عجبنيش برضو. نهار اسود من ايه يا ناس؟ ده انت لما اجراني مش تعملي فيا كده. حلوه ما اجراك دي. لا حلو، وممكن ادفعك كمان تمن الايجار. يا مريم. يا مريم انت بتلوي دراعي وبتهدديني بحبل المشنقه. قولي عايزه ايه وخلصيني بقى. بقول لك ايه يا مدحت؟ انت عارف ان حياتك قصاد المعلومات اللي عندي والصور، صح؟ وبعدين؟ انهي اغلى عندك؟ حياتك ولا فلوسك؟ فلوسي، حياتي، الاثنين. لا، لازم حاجة واحدة بس. يا مريم قولي عايزة ايه وخلصيني. تكتب لي المعرض والفيلا وترجع لي شقة اسكندرية وعمارة الهرم، كل دول باسمي. نعم يا اختي، ما تاخدي كليتي بالمرة. ما انا لسه قايلالك، حياتك ولا فلوسك. يا مريم. انت كده بتوصليها معايا لطريق مسدود وكده ما ينفعش. وبعدين انا عارفك طيبه وبتحبيني، ده انا ابو بنتك، اكيد مش هتاذيني يعني. اكيد المعلومات دي مش عند حد، صح؟ تيجي نجرب. خش نام يا مدحت، وقدامك بس بكره وترد عليا، ده لو جالك نوم اصلا. منك الا انا هجيلي السكر. انا دايخ ولا ايه؟ وعايزين موكوس ده كمان. يا سيدي. نعم. طيب، سلام. بتكلم مين يا مدحت؟ دي خالتي الله يرحمها.